السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت، ثم باست موضع القدمين وأنشدت بلسان الحال قائلة: أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم، أهلا وسهلا. الصداقة شيء جميل جدا، فقد تحتاج إلى ناس يعرفون معنى الوفاء وليس المصلحة. والصداقة علاقة راقية جدا، فقد تحتاج إلى أناس يعرفون معنى الوفاء. والصداقة لا تزن بميزان ولا تقدر بأثمان. حبيت نشارك معكم هذه العشية مع صديقتي الجزائرية اللي جات زارتني، هي وليدتها والزوج ديالها. شكرا لها وشكرا على الوقت اللي دوزنا انا وياها، كان وقت رائع جدا. دوزنا مع الوليدات ووجدت طويلة ديال الكاسكورت او ديال البوتي. نخليكم تشوفوا الفيديو تالخر، وشكرا لكم، شكرا على المشاهدة، وما تنسونيش من تشجيع واللايكات وتعاليق جميلة. شكرا بزاف.